السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل اعاده تدوير لخرطوم الدش بعد ما اتقطع. هنستخدمه استخدام تاني غير ان احنا نضرب بيه العيال. هنعمل بيه ديكور حلو جدا وبطريقه سهله، وكمان خامات هقول لكم البدايل بتاعتها اللي انا هستخدمها معاكم النهارده. اول حاجه هستخدمها معاكم هو طبق كرتون الحلويات. هغسله وانا اشوفه كويس جدا وهبتدي استخدمه. البديل بتاعه ممكن نستخدم اكتر من طبقه من الكرتون ونثبتهم مع بعض بالشمع او بالغير، هيمسك كويس جدا وهيكون تقيل برضو زي الطبق ده. تاني حاجه هستخدمها هي الورق اللي هو بنطبعه طباعه ليزر. ممكن نستخدم اي صوره عندك، مش مشكله، المهم تكون الطباعه واضحه. وهستخدم الورنيش المائي، هحط طبقه كده من الورنيش على الطبق نفسه وهبتدي اثبت عليها الصوره. الورنيش بيدي طبقه حمايه بحيث ان احنا نقدر نستخدم الكرتونه اول حاجه نستخدمها ونغسلها عادي جدا. تمام، هحط طبقه كده كويسه. الورنيش المائي مش بيتخفف بالميه، بنستخدمه زي ما هو من غير ما يتخفف. هحط طبقه كويسه وهبتدي اثبت عليها الورقه بالشكل ده. انا عارفه ان الورقه اكبر اقل من الطبق نفسه، بس بعد كده انا هسويها، بس حابه ان انا اثبت عليها الورقه الاول في المكان اللي انا عايزاه، وبعد كده الزيادات دي كلها هوصى. هدهن طبقه كمان على الوش. هطلع كل الفراغات اللي بتكون موجوده في الورقه، حتى لو اضطريت ان انا استخدم صباعي وابتدي اطلع كل الفراغات اللي بتبقى موجوده في الورقه نفسها. البديل بتاع الورق ده ممكن نستخدم اي صوره عندك موجوده، مفيش مشكله، من كتاب. ممكن نستخدم كمان الصور او الاشكال اللي بتبقى موجوده على قماشه قديمه او طرحه قديم. المهم ان القماشه تكون خفيفه، ما تبقاش تقيله قوي عشان خاطر نقدر نثبتها كويس. هكمل باقي الصوره بنفس الشكل وهبتدي احط طبقه كمان من على الوش واطلع كل الفراغات اللي في الصوره كلها واسيبها تنشف كويس. هتاخد حوالي ساعتين ثلاثه على ما تنشف. كده بعد ما نشفت معايا هبتدي بقى اشيل كل الزيادات اللي موجوده عندي في الكرتون وكمان في الورقه. يعني الجزء الابيض ده انا كنت سايباه، قلت هثبت الصوره الاول وبعد كده هشيل كل الزيادات اللي انا مش عايزاها. ميزه الكرتون ده ان هو تقيل. هجيب بقى الخرطوم وهبتدي اشيل الحديده اللي موجوده دي. الخرطوم بتاع الدش دوت تقيل شويه، بيتهيألي الخرطوم بتاع الميه بيكون اخف شويه وبيكون سهل القص. هبتدي اقص كده الجزء اللي هو في النص ده، يعني هفتح الخرطوم كله من النص كده. بكده انا فتحت كله بنفس الشكل، هو تقيل بس شويه فصعب القص، عايز مقص حامي شويه. وهبتدي اثبته على الحرف بالشكل ده. هقص جزء جزء من البرواز، يعني مثلا هو عندي هنا بشكل مستطيل، هقص العرض بتاعه والطول. هبتدي كده اخد المقاس بتاع الجزء اللي من تحت والجزء برضو اللي في الجنب وهقصه، بعد كده هثبته. بالشكل ده لحد ما اكمل الجوانب كلها بتاعت البرواز. وهبتدي اثبته بالشكل دوت ان انا ادخل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت برضه يكون ثابت كويس جدا في الكرتون. زياده امان عشان خاطر ما يتفكش معايا، هبتدي احط كده كميه من الشمع في الجزء اللي في الظهر. مش هحط شمع من قدام عشان الصوره شكلها ما يبقاش مش حلو، والشمع طبعا هيبان، بس هو مجرد ما تثبتي عليه شمع من الجزء اللي من ورا هيثبت معاكي ومش هيتخلع. هبتدي اثبت كده باقي الاجزاء بنفس الطريقه، هدخل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت هثبته بالشمع.
لو احنا مستخدمين كرتونة مدورة هتبتدي تستخدمي الخرطوم زي ما هو من غير ما نقص منه حاجة، هنستخدمه بنفس الطريقة كده. انا بحاول اظبط بس الزيادات اللي موجودة عندي، هبتدي استغنى عنها عشان يكون ثابت كويس جدا، يبقى عامل زي البرواز الجاهز. تمام، برضو هحط في الجزء اللي من الظهر ده شمع كمية كويسة وهثبتها، يعني هحط ايدي كده عليها ثواني هيثبت معايا الشمع، بمجرد ما ينشف هتمسك كويس جدا في الكرتون ومش هتتخلع. لو حابة تسيبي الخرطوم كده زي ما هو مفيش مشكلة، انا هنا هستخدم اللاكيه، هستخدم لاكيه لامع، البديل بتاعه البلاستيك وبيدي نفس النتيجة، بس انا بالنسبة لي بحب اشتغل دايما باللاكيه. وهنبتدي ندهن كده الخرطوم نفسه، هناخد بالنا كويس جدا، هنستخدم فرشة تكون رفيعة وهبتدي بقى ادهن كل الاجزاء بتاعة الخرطوم اللي باينة معايا وراحة خالص عشان مفيش حاجة تيجي على الصورة نفسها. يعني في قعدة روقان كده وكوباية شاي حلوة تبدأي تلوني الكلام ده كله هيظبط معاكي. تمام، لو حابة تحطي اي درجة من درجات اللون، يعني عايزاها تكون بينك بدل ما تبقى ابيض، هنحط نقطة بسيطة خالص من اللون الاحمر وتظبط معاكي اللون اللي انت عايزاه. حابة تسيبي الخرطوم بنفس الشكل مفيش مشكلة خالص، لو هو لونه سليم مفهوش اي حاجة، بس اللون الابيض هينطق شكل البرواز حلو جدا. هبتدي بقى ادهنها كده كلها بنفس الطريقة. كده بعد طبقة اللاكيه ما نشفت هبتدي استخدم اي نوع من انواع التزيين، ممكن تسيبيه بنفس الشكل كده ويكون كفاية. انا هنا هستخدم خيط المكرمية، هبتدي اثبته على الاربع جوانب بتاعة البرواز، هثبته بالشمع بس هاخد بالي كويس جدا ما زودش شمع عشان شكل الصورة ما يتلخبطش ويبقى مش مظبوط. التزيين دي حاجة ترجع لك انتي، زيني بالشكل اللي انتي حباه او شايفاه مناسب للالوان اللي انتي عاملاها. هثبته كده في الجوانب كلها، وهستخدم كمان معايا اللي هو شريط الاستراس دايما بنستخدمه في الفيديوهات. هبتدي كده استخدمه على الحرف بتاع الخرطوم من الناحية التانية وهثبته برضو على البرواز كله. صف واحد كفاية جدا، مش هنزود تزيين قوي لان البرواز كله ورد فمش عايزة يكون فيه بهرجة كتير. هبتدي اثبت كده وردتين من الورد الفوم الصغير ده، استخدمناه مع بعض كتير في فيديوهات قبل كده، هثبت واحدة من فوق وواحدة قصادها من الناحية التانية من تحت، وبرضه هعمل علقة للبرواز نفسه وابتدي اعلقها في اي مكان عندي في الشقة. وده كده شكله النهائي، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. سلام عليكم.